حياكم الله مشاهدينا الكرام وصباح الخير، اهلا بكم معنا في اخبار الصباح. صباح الخير يا اسامه. صباح الخير يا راويه، وصباح الخير على مشاهدي العربيه في كل مكان حول العالم. حال العالم هذا الصباح، البدايه كالمعتاد بالعناوين. الجيش الإسرائيلي يوافق على خطط لهجوم في لبنان، ووزير الخارجية يتوعد بتدمير حزب الله. في السودان تحقيقات أممية في انتهاكات جنسية وتعذيب في مركز الاحتجاز ضد المدنيين. قبيل الانتخابات البريطانية، بوريس جونسون يعود إلى المشهد لدعم المحافظين، وسوناك يتلقى صفعة جديدة. وتغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة خطر جديد يهدد أولمبياد باريس. نبدأ إذن مشاهدينا من التطورات في حرب غزة، حيث أعلن نائب الممثل الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق أن المنظمة لم تتمكن من توزيع المساعدات في غزة عبر معبر كرم أبو سالم الذي تسيطر عليه إسرائيل بسبب الفوضى والذعر بين الجياع في المنطقة. كذلك حق أضاف أيضا أن الأمم المتحدة رحبت بقرار الجيش الإسرائيلي بوقف نشاطه العسكري نهارا، لكن هذه الخطوة لم تؤدي إلى وصول المزيد من المساعدات إلى القطاع، إذ أن المنطقة كما يقول حق الواقعة بين المعبر وطريق صلاح الدين خطيرة للغاية. كما أكد أن العمل مع السلطات وقوات الأمن الإسرائيلية متواصل من أجل ضمان تدفق المساعدات بشكل منتظم، وأيضا للعمل على تجنب حالة الذعر بين المدنيين. على صعيد آخر، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن واشنطن لم تنتهي بعد من مراجعة شحنة قنابل تزن 2000 رطل لإسرائيل تم تعليقها بسبب مخاوف من استخدامها في مناطق مكتظة بغزة مثل رفح. طبعا أكد أن شحنات الأسلحة الأخرى يتم المضي بها قدما كالمعتاد. تصريحات بلينكين كذلك جاءت بعد أن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب إن وزير الخارجية الأمريكي أكد له بشكل شخصي أن الحكومة الأمريكية تعمل ليلا ونهارا لمعالجة التأخير في وصول الأسلحة الأمريكية. أيضا طبعا بلينكين أكد أن الولايات المتحدة لا تزال تعمل على سد الفجوات في محادثات وقف إطلاق النار في غزة، حيث تواصل حماس إضافة شروط جديدة لموافقتها على المقترح الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن. سأذكر الجميع بأن العالم كله اجتمع خلف الاقتراح الذي طرحه الرئيس بايدن قبل بضعة أسابيع، العالم كله باستثناء حماس، وذلك بعد أن قال الجميع نعم، بما في ذلك إسرائيل التي أكدها لرئيس الوزراء نتنياهو عندما كنت في إسرائيل. عادت حماس بشروط جديدة ومطالب جديدة تشمل مطالب وشروطا تجاوزت بالفعل ما قبلته في السابق، ونعمل الآن لسد الفجوات التي خلقتها حماس. طبعا يبدو روية بأن الفيديو الذي نشره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء الماضي بشأن انتقاده للولايات المتحدة الأمريكية أغضبهم تأخير صفقة الأسلحة أو تحديدا القنابل التي ذكرتيها قبل قليل، تسبب قبل قليل طبقا لمسؤولين أمريكيين بإلغاء الحوار الاستراتيجي الإسرائيلي الأمريكي بشأن إيران، بل وهناك حديث الآن عن أنه يا إما تم تأجيل هذا اللقاء الاجتماع أو إلغائه بشكل نهائي. هذه ليست المرة الأولى على فكرة، في شهر مارس أيضا لكن حصل إلغاء لمثل هذا الاجتماع، اجتماع الحوار الاستراتيجي يعني في هذا الإطار ما بين إسرائيل والولايات المتحدة، ولكن اللي حصل بأنه إسرائيل أو نتنياهو هو الذي ألغى هذا الاجتماع في مارس بسبب كان منزعجا من عدم استخدام الولايات المتحدة لحق الفيتو فيما يتعلق بقرار يتحدث عن وقف إطلاق النار. حتى كارين جامبير يعني تعجبت بالأمس من مسألة أنه هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن تأخير شحنة أسلحة وهي قنابل تزن 2000 رطل.
على مستوى العلاقات الأمريكية الإسرائيلية تعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تأجيل تسليم دفعات أسلحة لإسرائيل. هناك حديث عن أنه تمت مرة في حرب أكتوبر عام 73، وقال بأنه هنري كيسنجر في هذا التوقيت مارس ضغوط لكي يتم تأجيل، لكن كيسنجر بنفسه قال بأنه لم يتحدث عن هذا، كانت المسألة تعطيل بسبب مسائل لوجستية ولم يكن هناك. وعلى فكرة يعني حتى هذه المرة هذه يعني الآن خلال هذه الحرب وهذا تأجيل أو تعطيل توصيل بعض شحنات الأسلحة لإسرائيل، يعني كان هناك حديث أو بعض التحليلات أو بعض التصريحات الرسمية بأنه لأسباب لا تتعلق بالحرب، يعني الأسباب تقنية أو لوجستية. هي في النهاية حتى يعني تتحدث عن صفقة صغيرة للغاية. أول أمس ذكرنا أنه أكثر من 28 طائرة من طراز F-15 بالزبط. ومن قبلها صفقة ممتدة حتى عام 2030 لنتحدث عن سرب جديد من مقاتلات F-35 وهي الأحدث يعني نستطيع في العالم. أن نقول بأنه نهر المساعدات العسكرية الممتد والدافق من الولايات المتحدة إسرائيل لم يتوقف. حديدي وصفه بايدن بأنه الالتزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل هو أمر حديدي. حتى بالمناسبة ربما هذا الحديث يعني يعتبره البعض يعني سيئا بالنسبة للبعض، لكن إسرائيل هذا العام صدرت أسلحة برغم الحرب ب 13 مليار دولار بالفعل. أكثر من ثلاثة صدرت، لم تستورد، صدرت. كنا نتحدث عن هذا الموضوع صحيح؟ بالأمس بالفعل، وهذا يأتي يعني كشيء مفاجئ جدا في الوقت الذي إسرائيل في حالة حرب تستمد كل هذا الدعم العسكري من الولايات المتحدة ولكنها قادرة في ذات الوقت صحيح؟ على التصدير. هلا طبعا هذا يعتمد على ما هي المعدات العسكرية طبعا نوعيتها والتي تصنعها إسرائيل. لكن مشاهدينا قبل ذلك أفاد موقع أكسيوس أن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني التقى بالدوحة مع كبار مسؤولي حماس في محاولة للتوصل إلى انفراج في المحادثات حول اتفاق المحتجزين ووقف إطلاق النار. أكسيوس نقلت عن مصدر أن رئيس الوزراء القطري ضغط على حماس في محاولة لسد الفجوة بين اقتراح الحركة والاقتراح الإسرائيلي. نذهب هذه المرة إلى ملف آخر وهو ملف التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. طبعا في ظل استمرار تبادل إطلاق النار بين حزب الله والجيش الإسرائيلي وتصاعده تحديدا خلال الأيام الماضية، الجيش الإسرائيلي أعلن الموافقة على خطط عملياتية لهجوم في لبنان. كما أوضح الجيش في بيان أن قائد القيادة الشمالية وأيضا رئيس مديرية العمليات أجريا تقييما مشتركا للوضع في الشمال، وفي إطار تقديم الوضع تمت الموافقة على خطط عملياتية هجوم على لبنان. طبعا كان وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس قد قال إن الجيش يقترب بشدة من تغيير قواعد اللعبة ضد حزب الله ولبنان على حد تعبيره. كاتس في منشور له على منصة أكس حذر من أنه إذا اندلعت حرب شاملة فسيتم تدمير حزب الله وسيتعرض لبنان لضربة قاسمة. وزير الخارجية الإسرائيلي أضاف كذلك أن إسرائيل ستدفع الثمن في حالة الحرب، لكن مع وجود دولة قوية وموحدة وبكامل قوة الجيش الإسرائيلي على حد تعبيره سيتم إعادة الأمن إلى سكان الشمال. طبعا إسرائيل كاتس غاضب للغاية خاصة بعد الفيديو الذي نشره حزب الله لمسيرة استطلاعية قامت بتصوير ميناء حيفا وعدد من الموانئ الإسرائيلية. مدته 9 دقائق يعني صحيح. هذا طويل جدا، معنى ذلك بأنه كان في اختراق من قبل مسيرة من قبل منظومات الدفاع الجوي. هي مسألة الأهم بأنه أنت لديك مسيرة تمكنت من دخول الأجواء ولم تتمكن منظومات الدفاع الجوي من رصدها، لكن هذا يعطي رسالة أهم. التقييم العسكري لبعض الخبراء تحدثوا بالأمس إذا كان لديك مسيرة تستطيع أن تدخل وتتصور لمدة 9 دقائق دون لماذا لم تستخدمها بدلا من الاستطلاع في الاستهداف؟ لأن الهدف منها بعث رسالة، بعث رسالة وأنه الحزب لا يريد أيضا توسيع الحرب. بالضبط، يعني ليست لن تكون يعني أمرا سهلا وسيكون له تداعيات كبيرة في حال لم تكن مسيرة ولكن كانت صاروخ أو استهداف بالفعل لهذا العمق الإسرائيلي. ولبنان حتى الآن لم يتعافى منذ عام 2006 وحتى هذه اللحظة بكل تأكيد. نذهب هذه المرة إلى أيضا ذات الملف لكن أمريكيا. البنتاغون قال إن الولايات المتحدة لا تريد حرب إقليمية أوسع في الشرق الأوسط. وزارة الدفاع الأمريكية تصريحاتها هذه تتزامن مع إقرار للجيش الإسرائيلي خطط عملياتية لهجوم في لبنان كما ذكرنا طبعا قبل قليل.
قبل ذلك أفادت مصادر العربية بأن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة في منطقة البرغلية جنوب لبنان أدت إلى إصابة بالغة لمسؤول منطقة في حزب الله يدعى يونس عز الدين. طبعا مصادر العربية أوضحت أن مسيرة إسرائيلية نفذت 3 غارات، واحدة على سيارة المسؤول بحزب الله واثنتين على مركز لحزب الله في منطقة البرغلية. على مفرع البرغلية غارة مباشرة، هلا في بقلبها حدا، غارة فيها في بقلبها سلمة، هلا بات مباشر، بات مباشر، غارة على مفرع، غارة على مفرع البرغلية، ايه فيها شخص واحد، غارة على مفرع البلد، غارة على مفرع البرغلية فيها شخص في قلبها. منطقة أخرى أيضا تشهد تصعيد في الشرق الأوسط وهي اليمن. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أنها دمرت خلال الساعات 24 الماضية 8 أنظمة جوية مسيرة تتبع الحوثيين في مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة. القيادة المركزية أضافت أيضا أن القوات الشريكة دمرت بدورها مسيرة حوثية 9، لكن هذه المرة كانت فوق خليج عدن. طبعا من جهتها مشاهدينا، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة UKMTO التابعة للبحرية البريطانية قالت إنه يعتقد أن الحوثيين أغرقوا سفينة ثانية في البحر الأحمر وهي ناقلة الفحم اليونانية توتور. طبعا في ذات الإطار، الشركة التي تدير سفينة الشحن جالاكسي ليدر جددت دعوتها لجماعة الحوثي بإطلاق سراح طاقم السفينة المؤلف من 25 شخص. هؤلاء الأشخاص تحتجزهم جماعة الحوثي منذ 19 من شهر نوفمبر الماضي. أعلن رئيس البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان محمد عثمان أن فريقاً أممياً جديداً بصدد التحقق من تقارير عن انتهاكات جنسية وأيضاً تعذيب في مركز احتجاز في السودان وهجمات عرقية ضد مدنيين أيضاً. صحيح، وعثمان أضاف كذلك بأن الفريق أجرى حتى الآن نحو 80 مقابلة مع ضحايا وأيضاً مع شهود. التقرير سلط الضوء أيضا على مسألة مهمة وهي مسألة تجنيد واسع النطاق للأطفال، لا سيما للمشاركة في القتال المباشر بل وحتى ارتكاب جرائم عنف. وللأسف طبعا يعني الأطفال هم الذين يدفعون ثمن الحروب، يعني طبعا بشكل كبير من أي فئة أخرى. طيب إذن سنبقى في السودان، لكن هذه المرة في أجواء العيد التي لم تعد للأسف كالسابق بسبب القتال الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لأكثر من عام الآن. فبين متألم لفقد عزيز وآخر يعيش على أمل عودة مفقود، غابت فرحة العيد عن العديد من الأسر السودانية. سنتعمق بصورة أكبر في أجواء العيد من السودان أو من داخله أيضا مع الزميل عمار أبو شيبة. بأي حال عدت يا عيد؟ هكذا يقول أغلب المتمسكين بالبقاء في شرق العاصمة الخرطوم. أحزان لا تتوقف واشتياق للأهل والأصدقاء الذين انقطعوا عنهم بسبب انقطاع خدمات الاتصالات لما يزيد عن 3 أشهر. يعود العيد وهنالك من ينتظر عودة مفقود لم يعلم أين مكانه، فألم الفقد بدا واضحا على ملامح الحاجة مريم عبد الكريم التي فقدت ابنها منذ أشهر. خرج ولم يعد، وليست هنالك اتصالات متوفرة لتستطيع الأسرة البحث بشكل أوسع. ما أعرف ما شويت، ما وراني وركت وسيقيت وما في قلقيت عمو الثلاث سنة اللي برنا صلي وجيه وتلقيت وما فيش محل ماشي ما عارفه وسر برقينا وما في لأنا مش لوين يعني من القوين عبده. فقد عبد الكريم الطريفي بمنطقة أحياء الجريف غرب، وظلت أسرته تواصل البحث عنه في جميع أنحاء البلاد لكنها لم تتوصل إليه حتى الآن.
أنا والله عندي أخوي عبد الكريم الطريفي قسم السيد الوحيد. اتفقد مننا من الجريف غريب عدم الشبكة قدر ما نقدر نتواصل معهم الناس يشوفوهم ما يقوم ما يلقينا له طريقة. تغالب الأسر السودانية ظروفا صعبة في عملية التواصل مع الأهل وأفراد أسرتها داخل السودان أو خارج السودان، بينما هذه الأسرة فقدت حتى عملية التواصل والاتصال مع أفرادها بالخارج لانقطاع الاتصالات لعدة أشهر في السودان. انقطاع الاتصالات أثر علينا شديد وعلى أسرنا، نحن لنا شهور ما تواصلنا. طبعا رسالة خاصة 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 جدا للوالدة الحاجة عوضية، والله بس مشتاقين 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 شديد يا أمي. يعني أنا ما قادرة أتخيل إنه ممكن أكثر من سنة، قريب سنة ونص إنه أنا ما أشوفك. الحرب مزقت كل شيء في السودان، حالت الأعياد إلى مآتم كبيرة، حيث عم الصمت والظلام أرجاء المدينة وأحاطت حياة الصغار بالشر من كل جانب. لذلك كتبوا رسائلهم معبرين عن واقعهم المرير، فالأمل بغد أفضل رغم العزلة هو أثمن ما يملكه الأطفال في وجه الحرب. عمار أبو شيبة، العربية، الخرطوم. هذه المرة نذهب معكم إلى المغرب. الكثير من الشواطئ هناك باتت غير صالحة للسباحة تحديدا هذا العام رغم رمالها الذهبية ومياهها الزرقاء. 22 شاطئ باتوا غير مطابقين للمعايير الوطنية والدولية المعتمدة وفق تقرير لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب. طبعا العدد يشكل تراجعا بنحو 2% مقارنة بمعطيات صيف عام 2023. وأحد عشر شاطئا من تلك الشواطئ موزع على جهة طنجة تطوان شمالي البلاد، وشاطئين بجهة الرباط سلا القنيطرة وسبع شواطئ بجهة الدار البيضاء سطات، وشاطئين جنوبي البلاد. السبب في هذا كما تتحدث السلطات يعود لتلوث الأنهار بفعل المواد الكيميائية أو مخلفات السفن والنفايات التي ترمى في الشواطئ. سنبقى في المغرب مشاهدينا، ونتحدث الآن عن كرنفال الأقنعة أو ما يعرف محليا ببوجلود. فولكلور مغربي أمازيغي يحييه المغاربة احتفالا بعيد الأضحى سنويا بمدينة أكادير جنوب المغرب. هذا الكرنفال يرتدي فيه شباب المدينة لباسا من جلد الأضاحي متنكرين بأزياء وأقنعة أثارت حفيظة المغاربة في السنوات الأخيرة. لكن اللافت هذا العام يروي أن الكرنفال مهدد بمقاطعة واسعة من قبل نشطاء مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، تضامنا مع ما وصفوه بظروف المعيشة الصعبة التي عصفت بالمغاربة، وأيضا ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد العام الماضي. هاشتاج لا ترقص على جراح إخوتك تصدر تعليقات وسائل التواصل الاجتماعي للمطالبة بإلغاء كافة البرامج الترفيهية وكذلك السهرات التي ينتظر أن تنطلق في ثاني أيام العيد في أغلب شوارع المدينة. طبعا عدد كبير من المغاربة مشاهدين تفاعلوا مع الوسم معتبرين أن هذا الفولكلور خرافة ويسيء إلى المغاربة وإلى ثقافتهم. طبعا في المقابل تفاعل ناشطون آخرون مع هاشتاج رافض لهذه المقاطعة وضد فكرة إلغاء موروث ثقافي سنوي يعرف بالثقافة الأمازيغية وبالتقاليد المغربية. أخبار الصباح مستمرة معكم ولدينا فيها بعد هذا الفاصل. بايدن يسعى لتسوية أوضاع المهاجرين، أما المحكمة العليا فترفض استئناف ترامب في قضية شراء الصمت. لدينا أيضا مشاهدينا حزب المحافظين يراهن على زعيمه السابق
بوريس جونسون وريشي سوناك لتلقى صفعة جديدة قبل الانتخابات. أهلا بكم من جديد. نذهب هذه المرة إلى الولايات المتحدة. الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إنه يعتزم إصدار قرار جديد. هذا القرار سيمكن المهاجرين المقيمين في الولايات المتحدة بطرق غير شرعية لمدة 10 سنوات، وكذلك المتزوجين أيضا من مواطنين أمريكيين سيمكنهم من الحصول على الجنسية الأمريكية حتى من دون مغادرة الولايات المتحدة. الإجراء الثاني الذي أعلن عنه اليوم يتعلق بالحفاظ على العائلة معا. إنهم يعيشون بدون وثائق في الولايات المتحدة لمدة 10 سنوات على الأقل، ويقومون بدفع الضرائب والمساهمة في بلدنا، ويعيشون طول هذا الوقت في حالة من الخوف وعدم اليقين. يمكننا إصلاح ذلك، وهذا ما سأفعله اليوم. طبعا تصريحات بايدن مشاهدينا تسببت في الكثير من الجدل في الشارع الأمريكي كما هو متوقع. بيير غانم لديه الكثير من التفاصيل من واشنطن. إن كنت أمريكيا وزوجتك لا تحمل أوراق قانونية وهي في يوم 17 من يونيو حزيران تعيش في هذه البلاد منذ 10 سنوات، فإن الرئيس بايدن سوف يمنحها طريقا إلى الإقامة الدائمة وبعد ذلك إلى الحيازة على الجنسية الأمريكية. هذا الخبر خبر سعيد بالنسبة ل500,000 شخص يعيشون على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية وتمنعهم القوانين الحالية من العيش بهدوء وبطريقة سهلة، وهو أيضا مطلب لدى المدافعين عن حقوق المهاجرين وعن شريحة كبيرة من الناخبين اللاتين، وقد أصبحوا ربع الناخبين الأمريكيين. الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الحالي دونالد ترامب في الجهة المقابلة، فهو لا يعترض على الهجرة لكنه ينتقد بشدة الهجرة غير الشرعية، والرئيس الحالي جو بايدن في كل ما يفعله جو بايدن يدع الأجانب غير الشرعيين أولاً، يدع العصابات أولاً، ويدع الحدود وهؤلاء المجانين أولاً، وهو يخون المواطنين الأمريكيين. مرة أخرى يجد الناخبون أنهم أمام خيارين، الرئيس القوي والرئيس العطوف. بيير غانم، العربية، واشنطن. طبعا هي خطة في غاية الغرابة، لأنه مثل هذه القوانين المتعلقة دائما بالمهاجرين وبحصولهم سواء على الجنسية أو الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة الأمريكية يلعب عليها الحزب الديمقراطي دائما في موسم الانتخابات. طبعا هو سؤال يعني ربما وربما العكس، يعني عكس ذلك، يعني الحد من الهجرة كانت وإغلاق الحدود كان جزء كبير من، إذا نذكر، الحملة الانتخابية للمنافس الجمهوري على الجانب مثل الآخر ترامب في الانتخابات السابقة عندما فاز. يعني فعلى ما يبدو كل طرف يحاول أن يستميل، يعني الديمقراطيين اليسار والجمهوريين اليمين مستخدمين هذه الورقة تحديدا. صحيح، هو الولايات المتحدة دائما ليس هذا هو الملف الوحيد، الولايات المتحدة تستشعرين دائما بأنها تسبح بين تيارين، يعني وكل منهم يريد أن يأخذ السفينة في الاتجاه الذي يريد. ليس هذا هو الملف الوحيد الخلافي. نعم. على كل هو السباحة بين تيارين على ما يبدو ليست فقط سمة الولايات المتحدة ولكن بريطانيا أيضا، يعني هي كلها دول يعني ذات قطبين، حزبين. صحيح. نظام صحيح. سياسي بحزبين وقطبين وبأفكار مختلفة على الإطلاق، يعني يعني اليمين واليسار على النقيض. طبعا طبعا في كل الملف، ولا يوجد ما هو في الوسط، يعني ما هو ما بينهما. حتى القيادات التي كانت تستطيع الجمع ما بين مجموعة من الأفكار هنا ومجموعة من الأفكار هناك وتستطيع أن تكون شخصيات لها جماهيرية كبيرة بغض النظر طبعا عن انتمائها سواء جمهوري أو ديمقراطي لم تعد موجودة، إما الآن يحظى بتأييد الديمقراطيين وحدهم أو الجمهوريين وحدهم. بالفعل ولا مسافة في المنتصف. لا. طيب إذن مشاهدينا، حول قضية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
رفضت المحكمة العليا في ولاية نيويورك قبول استئناف تقدم به ترامب في القضية المعروفة إعلاميا بشراء الصمت والمتعلقة بدفع الرئيس الأمريكي الأسبق أموال للممثلة الإباحية ستورمي دانييلز. طبعا المحكمة أوضحت أن سبب الرفض جاء على أساس أنه لا توجد مسألة دستورية جوهرية تتعلق بالقضية بشكل مباشر. طبعا على صعيد آخر وفي ملف آخر، تصريحات رئيسة مجلس النواب الأمريكية السابقة نانسي بيلوسي بشأن دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإلقاء خطاب في الكونغرس أثارت مخاوف الديمقراطيين من ازدياد الانقسام داخل الحزب تحديدا حول ملف الحرب في غزة. يتزايد الجدل داخل الحزب الديمقراطي في مجلس النواب بسبب تصريحات رئيسة المجلس السابقة نانسي بيلوسي بشأن استيائها من مشاركة قادة الحزب في مجلسي النواب والشيوخ في دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإلقاء كلمة أمام الكونغرس، معتبرة أن قرار الدعوة خاطئ. فالديمقراطيون يتخوفون من تعزيز تصريحها الانقسام داخل الحزب بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس، إضافة إلى جعل الأمور أكثر صعوبة على زعيمهم في مجلس النواب حكيم جيفريز لتوحيد صفوفهم. فالديمقراطيون التقدميون يتهمون نتنياهو بعدم بذل جهد يذكر لتجنب سقوط ضحايا مدنيين، ويعتبره بعضهم مجرم حرب، وبشكل عام سيقاطع معظمهم الخطاب. في المقابل يحذر ديمقراطيون آخرون من أن عدم إظهار الدعم القوي لزيارة نتنياهو قد يقوض فرص هزيمة حماس واسترداد المحتجزين لديها والتوصل إلى حل سلمي. وبين الجانبين هناك من يوضح بأن قرار الدعوة كان مجاملة لحليف، وأن الكثير من الديمقراطيين يدعمون إسرائيل دون دعم نتنياهو، فيما رأى البعض بأن تصريحات بيلوسي توفر الغطاء للمشرعين الغاضبين من تزايد عدد القتلى الفلسطينيين. طبعا ليست بيلوسي وحدها التي انتقدت هذه الزيارة، كذلك بيرني ساندرز أيضا وهو من المستقلين. فيبدو أن هذه الزيارة قبل أن تبدأ وكالمعتاد، لأنه لو نتذكر الزيارة السابقة في 2016 حينما ذهب أو 2015 حينما ذهب نتنياهو إلى الكونغرس كانت كذلك أيضا تثير ضجة كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية. بالفعل. طيب بما أننا نتحدث عن الحزب الديمقراطي، نتحدث هذه المرة أيضا عن فيديو غريب وجديد للرئيس الأمريكي جو بايدن. الرئيس الأمريكي جو بايدن قام برد فعل غير متوقع خلال إجابته على أسئلة مجموعة من الصحفيين في البيت الأبيض. قام بايدن بالصراخ على الصحفيين بشكل غير مفهوم ثم قام بالضحك. أحد الحسابات على منصة إكس شبه الصوت الذي أصدره بايدن بنباح الكلاب. يعني ليست لا توحي بأنه في علاقة شائكة كالعلاقة الشائكة التي جمعت ما بين الرئيس السابق دونالد ترامب ووسائل الإعلام والصحفيين. لكن هو بالمناسبة هذه المسائل علق عليها البيت الأبيض أول من أمس، وقال بأن هناك الآن شبه حملة، حتى ذكروا ببعض، لأنه كان في بوست شهير جدا وهو يحضر قمة مجموعة السبع، كان بايدن يحيي مجموعة من جنود المظلات. تم اجتذاء هذا الفيديو ونشرته نيويورك بوست وهي بشكل أو بآخر مؤيدة للجمهوريين في الولايات المتحدة، وأنه يعني ترك زعماء قمة مجموعة السبع وأعطى لهم ظهره والتفت جانبا، وكأنه يعني الرجل ليس في حالة ذهنية حاضرة. هي البيت الأبيض بنفسه حذر من أنه مسألة اجتذاء بعض الفيديوهات ونشرها للرئيس الأمريكي، لكن هذا طبعا لا ينفي أن هناك أحاديث، حتى تقرير روبرت هور نفسه تحدث عن أن الرجل ربما يعاني من بعض يعني ما إحنا لا يجب أن طبعا مسألة السن بالضبط يجب أن نأخذ مسألة السن بعين الاعتبار ويعني والحالة الذهنية يعني أيضا. ولكن على كل حال مشاهدينا ننتقل لموضوع آخر. الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ ديف كالهان قدم اعتذاره عن إخفاقات السلم الأخيرة للشركة في شهادة جرت في مجلس الشيوخ الأمريكي. طبعا هذه الجلسة تضمنت أيضا الاعتراف بوجود مشاكل في ثقافة الشركة، لكنه رفض ادعاءات المبلغين عن المخالفات بأن الشركة انتقمت من هؤلاء الذين أظهروا
وكشفوا قضايا تؤثر على سلامة الطائرات. كذلك أيضا شركة بونغ خضعت لتدقيق مكثف من خلال العديد من التحقيقات الفيدرالية وأيضا جلسات الاستماع داخل الكونغرس الأمريكي. هذه الأمور بدأت منذ أن انفجر قابس إحدى الأبواب في رحلة لطيران ألاسكا من طراز بونغ 737 ماكس 5 في يناير الماضي، وما تسبب في فجوة كبيرة في كل من الطائرة وسمعة بونغ. طبعا في ملف آخر كذلك يا راوية، طلب الدكتور فيفك مارثي من الكونغرس الأمريكي أن يتم وضع ملصقات تحذيرية على وسائل التواصل الاجتماعي مثل تلك التي أصبحت إلزامية على السجائر وفق وكالة أسوشيتد بريس. دكتور مارثي اعتبر أن وسائل التواصل الاجتماعي عامل مساهم في أزمة الصحة العقلية بين الشباب. يعني كيف بيكتبوا على علب السجائر أنه smoking causes cancer، التدخين يؤدي او يسبب السرطان، بنقول السوشيال ميديا تسبب الاكتئاب وعدم الثقه بالنفس. هو غالبا يعني هذا سيجعل انه الكثير من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل او باخر عليها رسائل تحذيريه، هذه تظهر بالفعل لكن على اكس، على تويتر لما كانت فيها دماء او شيء من هذا القبيل، تحذير بانه في يعني بالفعل بعض المشاهد التي قد تكون صعبة. طيب على كل حال الدكتور مورثي أيضا اعتبر أن وسائل التواصل الاجتماعي من الممكن أن تسبب أو تتسبب في الأزمات العقلية بين الشباب. لكن السؤال كيف يمكن أن تكون هذه الملصقات وكيف من الممكن أن تؤدي إلى هذه التأثيرات الصحية التي يتحدث عنها الدكتور مورثي؟ معك طبعا التفاصيل. سأخبركم الآن. مشاهدينا الدكتور فيفك مورثي اعتبر أن ملصق التحذير هو تذكير للأباء وأيضا للمراهقين بانتظام بأن وسائل التواصل الاجتماعي لم يثبت أنها آمنة. طبعا وفق أدلة أثبتتها دراسات أوضح الدكتور مورثي أن ملصقات التحذير يمكن أن تزيد من الوعي وتغير السلوك، كما أن استخدام ملصق التحذير لن يجعل وسائل التواصل الاجتماعي آمنة للشباب أبدا، لكنه سيكون جزءا من الخطوات اللازمة لزيادة الوعي لدى المراهقين وفق الجراح الأمريكي. طبعا فقرابة 95% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 إلى 17 عاما يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي، وتقول الدراسات أن أكثر من ثلثهم يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بشكل شبه دائم وفقا لبيانات صادرة في عام 2022. على فكرة يعني التأثير ليس فقط على المراهقين، أولا المراهقين أو فئة الشباب تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مهول وبشكل دائم، ولكن حتى البالغين أيضا. صحيح. حتى الكبار في منتصف العمر يعني بتنا نرى بأنه الجميع دخل إلى عالم السوشيال ميديا، ولكن بالنسبة للمراهقين وتحديدا للمراهقات كان هناك دراسات كثيرة تتحدث عن التأثيرات النفسية على ما يرونه، وهو طبعا ليس حقيقي من لايف ستايل المقارنات والجمال البرفكت الكامل، طبعا وهذا جمال الفلاتر، ليس جمال الفلاتر أو عمليات التجميل، وحتى ويؤثر على نظرة المراهقة لنفسها، وبالتالي يؤثر على يعني ثقتها بنفسها، نظرتها للمجتمع على الآخرين باكتئاب، ويعني كان هناك الحديث عن بعض الفتيات حاولن الانتحار نظرا لأنه ازدادت لديهن حالة الاكتئاب، مما يعني طبعا لأنه تحدث دائما المقارنة. طبعا طبعا. طيب نذهب إلى بريطانيا. بريطانيا تلقى هناك حزب المحافظين، زعيم الحزب ورئيس الوزراء البريطاني الحالي ريشي سوناك تلقى ضربة جديدة. استطلاع جديد للرأي أظهرته أو أجرته مؤسسة أبسوس أظهر عن أن ربع الناخبين كانوا واثقين من قدرة المحافظين على الوفاء بوعودهم الانتخابية، في حين قال 62% أنهم عاجزون عن ذلك. طبعا الاستطلاع أظهر مشاهدينا أيضا أن 44% من المحافظين سيمثلون تغييرا إيجابيا بالنسبة لبريطانيا. لكن رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون في مهمة حساسة الآن لدعم المحافظين في المملكة المتحدة، لأن موقع سكاي نيوز البريطاني كشف عن تكليف حزب المحافظين لبوريس جونسون، وذلك للمساعدة في مواجهة التهديدات المتزايدة من حزب الإصلاح.
صحيح، بالفعل جونسون حث الناخبين على إعادة انتخاب أمثال السير سيمون كلارك وبول بريستو ونيك فليتشر وتوم هانت وأيضا جين ستيفنسون. الطريف في هذا الموضوع أن هذه النصائح الانتخابية التي تقدم به جونسون أو التي تقدم بها جونسون لم تأتي مثلا داخل اجتماعات سياسية أو حتى لقاءات انتخابية، بل جونسون وبحسب ما أظهر حساب زوجته على منصة إنستغرام قدم الدعم لحزب المحافظين وهو يستمتع بأشعة الشمس من شواطئ إيطاليا مع عائلته. أيضا حزب المحافظين البريطاني مشاهدينا يراهن على دور زعيمه السابق بوريس جونسون كما نرى في تحسين حظوظه في الانتخابات العامة المقبلة. ريشي سوناك فيبدو متأكدا من أن دعم جونسون سيحدث فرقا، لكن عن أهمية دور جونسون إلى سوناك وحزبه في سباق الانتخابات طبعا دعونا نذهب مباشرة إلى لندن حيث تحدثنا من هناك ريما مكتبي. بوريس جونسون في إجازة على البحر يستمتع بشمس إيطاليا مع زوجته كاري وأولادهما، لكنه مستدعى على وجه السرعة في مهمة إنقاذ. حزب المحافظين يريد من بوريس جونسون المساعدة في إعادة ريشي سوناك إلى 10 داونينغ ستريت لمواجهة الزوبعة الانتخابية التي يثيرها حزب الإصلاح وزعيمه نايجل فراج. من الرائع أن يدعم بوريس جونسون حزب المحافظين وأنا أرحب بذلك بشدة. إنه يدعم العديد من المرشحين في مقاطع الفيديو والرسائل التي تم تنسيقها بواسطة الحملة، وأعلم أن ذلك سيحدث فرقا ويجعل الجميع يفهمون ما الذي ستفعله حكومة عمالية لهذه البلاد. المفارقة أن استقالة ريشي سوناك كوزير للخزانة في تموز 2022 هي التي حركت حملة شرسة على بوريس جونسون، دفعته للاستقالة من رئاسة الحكومة بعد 36 ساعة فقط. فالبريطانيون والمحافظون عاقبوا جونسون لكسره قوانين حجر وباء كورونا. Hi folks, Boris Johnson here, urging everybody in Normanton and Hemsworth. يستخدم منصة إكس لفيديوهات تحفز الناخبين على اختيار مرشحين محافظين، ويكتب مقالات للصحف، وسيوجه رسائل بالبريد موقعة منه للناخبين، وقد يحضر بوريس جونسون بنفسه مناسبات انتخابية لإقفال الباب على حزب الإصلاح والحؤول دون وصول العمال لمقاعد البرلمان بأكثرية كبيرة. يقال لا أعداء ولا أصدقاء دائمين في السياسة، وعلى بوريس جونسون مساعدة من طعنه في ظهره في الماضي، لأن مصلحة حزب المحافظين ووصوله للحكم تأتي أولاً. من لندن ريما مكتبي، العربية. ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الرئيس كيم يونغ أون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين تبادلا الأفكار بذهن منفتح من أجل مواصلة تطوير العلاقات بين البلدين. الوكالة اعتبرت أن اللقاء بين الزعيمين يظهر صلابة ومتانة والصداقة والوحدة بين كوريا الشمالية وروسيا. أما في الداخل الروسي، 12 نائباً جديداً لوزير الدفاع الروسي أندري بولوسوف عينهم الرئيس فلاديمير بوتين، بينهم إحدى قريبته. التعيين جاء في خضم عملية تطهير استهدفت المزيد والكثير من الجنرالات والمسؤولين والذين أوقفوا بتهمة الفساد بعد استبدال وزير الدفاع سيرجي شويغو. الموجة الأولى من التغييرات حدثت في منتصف مايو عندما قام الرئيس بوتين بعد أيام قليلة من فوزه بولاية خامسة باستبدال شويغو الذي كان يتولى منصبه منذ عام 2012 بالاقتصادي الذي لا يتمتع بخبرة عسكرية أندري بولوسوف. بوتين برر هذه التعديلات المفاجئة حينها بالحاجة إلى تحسين الإنفاق العسكري الذي يشهد تضخما بهدف دعم احتياجات الجيش في أوكرانيا. طبعا مشاهدينا، الضغوطات الأوروبية على الغاز الروسي استمرت الآن لأكثر من عامين طبعا يا أسامة، وفي تلك الفترة حدثت تغيرات أيضا كثيرة في أرقام الصادرات والواردات. أنت لديك كل هذه الأرقام لتطلعنا عليها. صحيح يا روية، كان دائما هناك منذ أن بدأت الحرب الروسية الأوكرانية الرهان على مدى تأثر الاقتصاد الروسي. في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت من فبراير في عام 2022، خفضت موسكو إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب
الأنابيب إلى أوروبا، كثفت هذه المنطقة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال المورد من الولايات المتحدة الأمريكية. أما في عام 2022 فسجلت الولايات المتحدة الأمريكية تفوقا على روسيا في تصدير الغاز إلى أوروبا. الغاز الأمريكي أصبح مثلا في بداية عام 2023 يمثل نحو 5 إمدادات المنطقة بأكملها، لكن في شهر مايو الماضي شكلت شحنات الغاز من روسيا نحو الاتحاد الأوروبي نحو 15% من إجمالي الإمدادات، ليتفوق مجددا على الغاز الأمريكي الذي يشكل حاليا 14%، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس من عام 2022 وفق صحيفة فاينانشال تايمز. التراجع الأمريكي في الصادرات الأوروبية من الغاز الطبيعي يأتي وسط ارتفاع الصادرات الروسية، على الرغم من الضغوط العديدة التي تمارسها دول الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات تستهدف تحديدا قطاع الطاقة الروسي. إذن كما ذكرنا يا راوية، هي مسألة أنه كان دائما الأوروبيين والولايات المتحدة الأمريكية يعولون بأن العقوبات الاقتصادية ربما تحجم من قدرة روسيا على استمراريتها في هذه الحرب، لكن حتى كل المؤشرات التي خرجت من روسيا العام الماضي والاقتصادية، ليست فقط متعلقة بالنفط وقطاع الطاقة، الاقتصادية بشكل عام، نسبة النمو أعتقد في العام الماضي تجاوزت 3%، أعتقد النمو الاقتصادي، وهي يعني أكثر، يعني هذا رقم كبير جدا مقارنة بكل هذه الظروف التي تعيشها روسيا، وحتى دول ليست تقع تحت عقوبات لا تستطيع أن تحقق هذه الأرقام. طيب مشاهدينا، ننتقل إلى موضوع آخر. روبوتات الدردشة الرائدة والعاملة بالذكاء الاصطناعي تقوم بنشر الدعاية الروسية وفقا لتقرير نيوزغارد. التقرير أكد أن المستخدمين يلجؤون إلى برامج الدردشة الآلية للحصول على معلومات موثوقة وإجابات سريعة لجميع أسئلتهم، في حين أن الذكاء الاصطناعي يمكنه أيضا تقديم معلومات مضللة وهجاء وخيال على أنها حقيقة. 32% من الوقت يعمل الذكاء الاصطناعي من خلال الروبوتات على نشر روايات مضللة روسية وفق دراسة نقلها نيوزغارد. روبوتات الدردشة قدمت تقارير كاذبة كحقيقة حول عملية تنصت مفترضة تم اكتشافها في مقر إقامة دونالد ترامب في مارالاغو، ومصنع أوكراني غير موجود للمتصيدين يتدخل في الانتخابات الأمريكية. ساعتنا الصباحية مستمرة مشاهدينا، وفيها بعد قليل. اليويفا يفتح تحقيقا في أحداث مباراة صربيا وإنجلترا. أهلا بكم مجددا. فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا تحقيقا بشأن الإساءات التي وجهتها الجماهير الصربية ضد بعض لاعبي منتخب إنجلترا أصحاب البشرة السمراء. هذا جاء خلال الشوط الأول من مباراة ببطولة يورو 2024، حيث انتهت هذه المباراة بفوز الأسود الثلاثة بهدف واحد مقابل لا شيء. وقال الاتحاد في بيان أنه فتح تحقيقا تأديبيا بشأن السلوك العنصري المزعوم، إلى جانب تحقيق آخر يتعلق بلافتات مسيئة لكوسوفو. حذر علماء المناخ ورياضيون أيضا من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة في أولمبياد باريس هذا العام، متوقعين أن تكون الظروف المناخية في باريس أسوأ تخيلوا من الألعاب الأخيرة في طوكيو عام 2021. من المقرر أن تقام أولمبياد باريس في الفترة التي عادة ما تشهد موجة حر في فرنسا، كما كان يحدث في السنوات الأخيرة. تفصلنا أسابيع قليلة عن دورة الألعاب الأولمبية هنا في فرنسا، والتي ستبدأ في 26 من يوليو. كده ده ما عادش معانا، ده آخر خبر. التي تتزامن مع موجة حر شديدة حذر علماء المناخ من مخاطرها، متخوفين من تعرض اللاعبين لظروف قاسية قد تتسبب بمشاكل صحية لهم وإصابات مرتبطة بالحرارة. بعد أن كان الهاجس الأمني من أكثر التحديات التي تواجه السلطات الفرنسية في تنظيم الأولمبياد، يظهر اليوم تحد آخر يوازيه في الأهمية، وهو التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة المتوقعة خلال استضافة اللاعبين. هذه الظروف قد تؤدي إلى انهيار المشاركين في المنافسات، وفي أسوأ الحالات إلى الوفاة. منظمة الأرصاد الجوية الفرنسية سوف يكون لها ابتداء من أول شهر تموز مقر ضمن مقر اللجنة التنظيمية للألعاب الأولمبية الفرنسية، ونعتقد أن هذه الإجراءات كفيلة بحماية الرياضيين من جهة وبحماية المشتركين.
وللحد من تأثيرات التغيرات المناخية على الألعاب الأولمبية والرياضيين، تعمل بلدية باريس على اتخاذ تدابير عديدة، منها استخدام مواد عاكسة للحرارة في بناء الملاعب وتطوير أنظمة تبريد مبتكرة، بالإضافة إلى تعزيز حملات التوعية وتقديم الدعم اللازم للرياضيين للتدرب في ظروف مناسبة. الرياضيون معتادون على اللعب في تلك الظروف وهم مهيئون لذلك قبل قدومهم، وقد جربوا بلدانا أكثر حرا. موجة الحر تأتي في فترة قصيرة، لا أعتقد أن تكون هناك مشكلة. وقد توقعت هيئة الأرصاد الجوية لدورة الألعاب الأولمبية هذا العام في باريس أن يكون الطقس بنسبة 70% أكثر سخونة من المعتاد في شهري يوليو وأغسطس. زين عدي، العربية، باريس. إلى السعودية وأخبار الحج. بدأ الحجاج المتعجلون مغادرة مشعر منى لرمي الجمرات الثلاث، ومن ثم التوجه إلى الحرم المكي لأداء طواف الوداع، وهو آخر أعمال الحج قبل المغادرة، فيما يعود الحجاج غير المتعجلين إلى مخيماتهم في منى لاستكمال ثالث أيام التشريق. طبعا يأتي ذلك مشاهدينا في الوقت الذي تنهي فيه الجهات المعنية في السعودية خططها التشغيلية للمرحلة الأولى، استعدادا لبدء المرحلة الثانية من الخطة التشغيلية لمغادرة الحجاج. معنا الآن مشاهدينا من المدينة المنورة علي الشريف مراسل العربية. أهلا بك يا علي وصباح الخير. علي، صف لنا الوضع في المدينة المنورة، عدد الزوار، درجات الحرارة أيضا، خصوصا وأنه يعني نحن الآن في ختام المرحلة التشغيلية الأولى وبداية المرحلة الثانية لمغادرة الحجاج، وخصوصا طبعا المتعجلين بدأوا بالمغادرة بالفعل. صباح الخير راوية وأسامة. بالفعل يعني الحجاج انقسموا إلى أكثر من قسم، هناك قسم كبير من الحجاج المتعجلون بدوا بالمغادرة إلى بلدانهم، وهناك قسم آخر من الحجاج المتعجلين الذين بدأوا بالتوافد إلى المدينة المنورة. كنا شاهدنا قبل يوم أمس في انتقال من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة عبر قطار الحرمين، هناك جموع كبيرة من الحجاج من مختلف دول العالم الذين ذهبوا معنا باتجاه المدينة المنورة. ومن المقرر أيضا أن المدينة سوف تستقبل خلال الأيام القادمة جموع كبيرة من الحجاج بحسب ما هو متعارف. الحجاج أثناء قدومهم إلى الحج، قسم منهم من يذهب إلى مكة المكرمة مباشرة، وقسم منهم من يذهب في البداية إلى المدينة المنورة. لكن الخطة التشغيلية في المدينة المنورة أعلنت جاهزيتها لاستقبال الحجاج. أيضا المرافق حوالي المسجد النبوي تعمل بطاقتها الاستيعابية القصوى لاستقبال الحجاج، وأيضا الخدمات المساندة، وكذلك هناك قسم كبير من الزوار من يتمتع بزيارته هنا في المدينة المنورة بزيارة بعض المساجد والمتاحف وأيضا العديد من المواقع الأثرية. فمن المتوقع خلال الأيام القادمة أن نشاهد نسبة إشغال كبيرة في فنادق المدينة المنورة، وهو ما شاهدنا يوم أمس وحتى هذه ساعات الصباح الباكرة. هناك رحلات قادمة باتجاه المدينة المنورة. نعم راوية وأسامة. شكرا جزيلا الزميل علي الشريف مراسل العربية، كنت معنا من المدينة المنورة، وبكل تأكيد سنظل نتابع معك على مدار هذا اليوم والأيام المقبلة بكل تأكيد. بالفعل. الآن مشاهدينا إلى خبر يتعلق بكوفيد-19. كبار السن يتعرضون لخطر الإصابة بمرض كوفيد-19 الشديد منذ بداية انتشار الجائحة عام 2020. طبعا العلماء يلقون اللوم على الشيخوخة في الخطر المتزايد للإصابة بهذا الوباء، لكن الاكتشاف جاء بعد دراسة سريرية طويلة من قبل علماء جامعة كاليفورنيا لتطور العدوى. العلماء أكدوا أيضا أن جميع الأشخاص خلال هذه التجربة بغض النظر عن أعمارهم تم إدخالهم إلى المستشفى بسبب فيروس كورونا، وكان المرضى الأكبر سنا أكثر عرضة للإصابة باضطرابات متزايدة في استجابات الجسم الالتهابية وأيضا المناعية.
هذا الكابوس لن ينتهي؟ كابوس كورونا لن ينتهي؟ لا أحد يعلم، لأنه هناك حديث الآن عن بكتيريا في اليابان، وهناك كثير من إنفلونزا الطيور، يعني نسأل الله السلامة يعني. الله يحمي الجميع. على كل حال مشاهدينا، وصلنا إلى ختام الجزء الأول من أخبار الصباح. ننتقل مباشرة لريم. صباح الخير يا ريم. صباح الخير راوية وأسامة، وأنا أستمع لحديثكما عن كوفيد وإصابة كبار السن. من أول كان يقولوا إنه كبار السن يصابوا أكثر عرضة، وكل الناس يعني في هذا العالم امتلأ كثير بالأوبئة والأمراض، الله يسلم الجميع. ولكن خلينا نرجع لعلاقاتنا الإنسانية الجميلة، خصوصا علاقة الزوج والزوجة. هناك تقارير تقول إنه العلاقة بين أمل كلوني وجورج كلوني متوترة بسبب الانشغالات وعدم قضاء الوقت مع بعضهما حتى في نفس البلد. ونحن نسأل، البعد يشعل حرارة الحب أم يطفئها؟ إحنا نقول البعيد عن العين بعيد عن القلب. بالفعل، وممكن برضو تقولي إنه في ذات الوقت في مثل بالإنجليزي بيقول إنه absence makes the heart grows fonder، يعني البعد بيخلي الإنسان يحب أكثر. فوالله ما بعرف الإجابة لهذا الموضوع، لازم نجرب ونشوف. هو الوسط والموازنة في الموضوع، إيش رأيك أسامة؟ لاي نزار قباني كان بيقول جملة جميلة، وبيقول لك لنفترق قليلا لخير هذا الحب وخيرنا. يعني ما عرفش بقى هو قليلا، قليلاً هذه هي الكلمة. على فكرة الافتراق أحيانا مش بالضرورة يكون، أنت ممكن تكون قاعد مع نفس الشخص في نفس المكان وكل واحد فيكم في وادي. مظبوط، يعني لنفترق قليلا حتى لا نختنق، هذا هو المبدأ. صحيح. وليس كثيرا حتى لا نبتعد. ناخد إجازة 25 يوم في الشهر. عموما نلتقيكم بعد موجز الأخبار والكثير من الموضوعات بإذن الله.